أغاني بيسحب كهربا زيادة؟ مكنتش في الموضوع ده قبل كده. لا غالبا. ولا انت خايفة ايه؟ مش عارف. ممكن. وانت لما بتعلي التلفزيون في البيت بيسحب مني الكهربا زيادة؟ لا ايه ده؟ لا تقريبا. لا يعني لا مش بيسحب الكهربا. لا زي ما هي ما بتسحبش كهربا. لا هو الكهربا كلها متوصلة. يعني هي يعني انت لما بتعلي التلفزيون ما بيسحبش كهربا زيادة؟ يعني بعليه من ناحية الصوت يعني؟ لا ما اعتقدش. لا هو اصلا بيسحب كهربا بس مش هتبقى زيادة صح؟ لا لا يعني الصوت ما اعتقدش ان ليه علاقة. انت بتحط نفس الكمية بس انا لو التلفزيون شغلته لفترة طويلة هيسحب كهربا اكتر صح؟ لو استخدمنا كهرباء اكتر هيسحب اكتر بس. لا طبعا. لا مش بيسحب كهربا. ايه متأكدة؟ اعمل ايه؟ بيسحب كهربا حتى لو عليتي الكمبيوتر اتكسرت اي حاجة بيسحبش مني الكهربا؟ لا مش مستغربة ولا حاجة بس. لا طبعا هيسحب كهربا زيادة ليه يعني؟ لا مش هيسحب كهربا زيادة. لا ما لهاش علاقة بالكهرباء يعني. ايه علاقة الكهرباء بالصوت يعني؟ هي المفروض يعني. ولا حتى التلفزيون لما بتعليه الكهرباء بتزيد؟ ولا حتى الدي جي بتاع المحل ملهاش علاقة، كله شغال وخلاص.